متابعي قناه شوف تيفي، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر اللي كنقدمه لكم كل مساء من كل يوم منذ بدايه فيروس كورونا. بطبيعه الحال ارقام جديده ومعطيات جديده تهم هذا الفيروس الذي ضرب العالم كذلك المملكه المغربيه منذ شهر مارس الماضي. وزارة الصحة تعلن اليوم الأربعاء عن تسجيل 1266 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 455,055 حالة بالمملكة المغربية. وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 26 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات بالمملكة المغربية دائما 7810. وتم التأكد من 1927 حالة شفاء إضافية، ليبلغ إجمالي التعافي إلى 429,278 429,278. الحمد لله الحالات ديال الشفاء يرتفع يوم بعد يوم، وهذا طبعا الحال مؤشر الخير، لأن العدد تبعت الحالة ديال الشفاء تجاوز العدد ديال الإصابات بالعديد من الأرقام. فنتمنى إن شاء الله الشفاء العاجل، نتمنى إن شاء الله الشفاء العاجل لكل المصابين بهذا الفيروس. فنعيد ونكرر الحصيلة، حصيلة هذا اليوم، وهي طبعة الحال 1266 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي ديال الناس اللي مصابين بهذا الفيروس أو تصابوا بهذا الفيروس، يعني فيهم طبعة الحال اللي مات الله يرحمه، اللي توفى الله يرحمهم، وفيهم ايضا اللي تشافى ولله الحمد، يعني 455,055. بالنسبه للوفيات متتبعي قناه شوف تيفي، 26 حاله وفاه، فان لله وانا اليه راجعون. هذو الناس اللي توفوا جراء هذا الفيروس هذا 24 ساعة الماضية، بلغ العدد ديالهم 26، فيهم نساء وفيهم رجال. الوفيات في المملكة المغربية منذ البداية انتهى هذا الفيروس وصل 7810، وصل ل 7810، هو عدد كبير، لكن مقارنة مع الوفيات ديال باقي الدول فالمغرب طبعا الحال سجل أقل عدد من الوفيات. الخبر الجميل الإخوان بارتاجونا، لأن طبعا الحال كاين هناك أخبار جميلة لهذا اليوم هذا بنقدمها لكم، هو عدد ديال الحالات الشفاء. فالحالات الشفاء متتبعي قناة شوف تي في، وصل العدد ديالهم 1927، هذا هو العدد ديالهم، يعني داز الحالات المصابة ديال البارح واليوم الحمد لله. هذه أسبوع تقريبا والحالات ديال الشفاء مرتفع، وهذا إن دل فإنما يدل على المجهودات الكبيرة لكي يقوموا بها الأطقم الطبية والأطقم التمريضية وكل الجهات والمؤسسات الأمنية بطبعة الحال، الوقاية إلى غير ذلك،
في التحسيس من خطورة هذا الوباء. إذا متتبعي قناة شوف تي في، الحمد لله 429,278 حالة شفاء منذ بداية هذا الفيروس، وهذا خبر طبعاً الحال مفرح لجميع المواطنين والمواطنات. فإلى ذلك الحين أقول لكم شكرا لكم على المتابعة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.